السلام عليكم اخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم اخواتاتي غنشارك معكم هذه الطريقه ديال الكسطانيه اللي رائعه وغتعجبكم ان شاء الله. طريقتها غزاله وسهله وبسيطه وتخليكم تاكلوا الكسطانيه نتوما مرتاحين، وليداتكم نتوما غير تابعوني وغتشوفوا الطريقه كيفاش غنحضرها. وما تنساونيش ملي لايكات وبارطاجيو مع العائله والاحباب وخلوا لي كومونتير زوين، وشكرا لكم بزاف. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضروها. بسم الله على بركه الله، طريقتها سهله وبسيطه، غير تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر تحصلوا على النتيجه زوينه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، غنشارك معكم اخواتاتي الكسطانيه. حنا تنقولوا ليه البلوط، هما الطالين تهدر عندهم كسطانيه كسطانيه. حنا ما عندناش هذا الشكل في المغرب، ما عندناش هذا الشكل هاد الكسطانيه، وتجي زوينه. ندير لها واحد الطريقه غتعجبكم ان شاء الله وغادي نجربوها انا. المهم درا كميه كثيره فلحتها وخليت كميه قليله باش نوريكم بحالاش. هاد الطريقه جربتها وعجبتني، قلت علاش ما نشاركهاش مع خواتاتي. هاك شتو هاد الطريقه زوينه، تجي غزاله، وحتى الوليدات تقشر لهم بسرعه وحنايا تقشرنا بسرعه وناكلوها. الطريقه اللي غندير لها تجي بنينه وتجي زوينه غتعجبكم ان شاء الله. شوفوا بحالك غليظه تبارك الله وزوينه. العام جات موجوده، حتى هي عام تجي وعام لا، غير بشويه نحاولوا معاه باش ما نضربوش يدينا. هكا بحال القشطه، بحال مربع. غير تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر ان شاء الله طبقوا الطريقه، راه غتعجبكم وتجيكم سهله. المهم انا غادي نبقى مستمر بحال حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي. صافي جبت هاد الجميله فيها الماء بارد وغنديرها تسلق 5 دقائق. تسلق 5 دقائق نتلاقاو ان شاء الله، نصفيها ونوريكم الطريقه اللي غادي كيفاش غادي نطيبها. راه غادي تعجبكم ان شاء الله، طبقوها غتجيكم غزاله، تولي تاكلوا فيها بحال شكل قرقع فقعه، تجي زوينه. ها هي اخواتاتي، ها هي دازت 5 دقائق غلات وعاودات، علاش هذاك الغليان تيخليها تفقع بحال كشتو. ها هي صافي، راه انا غاسلها ومسقطرها من قبل. صافي دابا راه غنسقطرها ديريكت هنايا في البوطه. صافي غنهز بهاد الصفاي وندير فيها بحال كشتو وندير هنا فهاد الصوبيره. هاد الطريقه راه غتعجبكم ديال الكسطاني، راه غتجيكم غزاله ان شاء الله. حتى غنبقى غادي حتى نكمل. صافي هنا درتها هنايا، هانتوما شوفوا غندير ليها اليازير، تعطي واحد المذاق زوين، اليازير طري. غندير الملع على حسب الذوق، انا ما عنديش ديك الملحه الغليظه، ديروا الملحه الغليظه اللي توفى كاينه عنده الملحه الغليظه، دير الملحه الغليظه. صافي غادي نحركها بحالكم مزيان وغنجيب اللاطه. شوف بحالك، صافي غنجيب اللاطه فاش غنسرحها باش ندخلها الفران. انتما غير تابعوا الطريقه وغتعجبكم. صافي بعد ما شدت اللاطه فرشت ليها الكاغط الالومنيوم وورق الزبده، هي ديروا غير الكاغط الالومنيوم، ما يحتاج ديروا ورق الزبده. دوبلو على هذا الشكل وعلى هذا الشكل. صافي كما بقاش عندي كاغط الالومنيوم، هذا الشيء علاش درت هذه الطريقه بحالكم. صافي غنشعل عليه، نشعل عليه واحد 25 دقيقه فران، ندخلو 25 دقيقه الفوق والتحت، ومن يدوز 25 دقيقه نتلاقاو ان شاء الله.
هانتوما خواتاتي ها الكسطانية ديالتي 25 دقيقة حتى 30 دقيقة. شوفوا تبارك الله، هانتوما طريقتها كيفاش هادشي بسهولة تتحل وتتجي من السما وزوينة وغادي تعجبكم إن شاء الله. غير جربوا الطريقة راها رائعة ما شاء الله. هانتوما بقى سخونة، كلشي غيعشق ياكل الكبير والصغير. هانت شتو من السما بالملح واليازير، طريقتها زوينة، حتى اللي بغى يزيد شوية زيت العود فوق منها وياكلها راه زوينة تبارك الله غزالة. علاش جربتها وعجباتني وقلت علاش ما نشاركهاش مع خواتاتي. نتمنىكم تجربوا الطريقة، كسطاني راه موجودة، اللي تيتواجد في أي بلد وعندو الكسطاني دير ليها الطريقة وراه تعجبكم. وما تنساونيش من اللايكات وشبارطاجيو مع العائلة والأحباب، وشكرا لكم على التعاليق اللي تتخليو ليا، وشكرا لكم على اللايكات اللي تتخليو ليا، والله يجازيكم بخير وبالسلامة عليكم، ونتلاقاو إن شاء الله دايما في الجديد.